يقول سائل: ما هو حكم القدح في العلماء؟ هما نوعان، إما أن يكون بحق أو يكون بتجريح ظلم وغيبة ونميمة. التجريح إذا أخطأ هذا الشيخ في مسألة ما فنحن نبين بالدليل فقط خطأه إن كان قد أخطأ بدليل، فهذا لا بأس. أما إن كان لذاته لشخصه فذلك غيب ونميمة، وربما هو غيب صد عن سبيل الله، لأن هذا الشيء قد يقول حقا ولكنه بهذا التجريح يصرفون عنه السامعين والمتتبعين والقارئين والمشاهدين، فيكون بذلك صد عن سبيل الله.